كل بحبه. شو أول سؤال بتسألوه لما تفوت البيت؟ وين ماما؟ وين أمي؟ أو بتنادي من لف متلهف، ماما؟ يما ماما؟ ما أحلى هالكلمة، ما أحلى هالشعور لما ماما ترد وتحكي نعم يا ماما. أكلت حبيبي؟ ماما حبيبتي بس تكوني مبسوطة مني وتحكي الله يرضى عليك. الدنيا بتفتح بوجهي يما، بس تزعلي كل الدنيا بتسكر بوجهي لأن كل الدنيا يا ماما. تعرف شو مخليني مبسوطة ومطمن؟ إنك موجودة. ربك يحفظك حبيبتي. ماما انت كتير تعبتي بحياتك، انت سهرتي لراحتي، تعبتي بحملي. لو كنت طفل او رجل بس اتوجع او امرض او اخاف باجي بسرعة عندك، انك دواي، حضنك يوم هو الامان. يا ماما اذا انا مرضت بيظهر قلبك قبل عندك، بوسيني الف مره، طايتي عليه بدون ما اشوف دموعك. لما اتحسر بركض بكل مكان بشان نشاط، بغرب وانت بتصرحي، وبرضه بتكوني مبسوطه، دغمرك الفرحه حبيبه قلبي. ماما أنا بشوف حب الأم لابنها لما يغضرب عنها إنه قطعة راحت منها، لما يرجع من الغربة ضمه وهي بتعيط، تعيط على كل لحظة مرت ما شافته فيها، يا ما نزلوا دموع في المطرات. ما يغلط وهي الوحيد اللي تترمه توقف معه وتعلمه، لما ينجح تزخرت له وهي فرحانة كانها هي اللي نجحت، لما يطلع بالسلامة من حادث بتلاقيها ملهوفة لشوفته وسلامته، لما تروح المدرسة لأول مرة بحياته تحس إنه غاب عنها العمر، لما يتزوج ويبعت له الله طفل تلاقيها فرحانة قد الدنيا لأنه صار عندها طفل جديد. ماما أنت أنفة وأحلى أنفة، إذا حد بزعلني يا ويل ويلو منك. أنا آسف لكل لحظة غلبتك فيها معي، لكل دقيقة زعلتك فيها وما سمعت كلامك. سمحي لي أحكي لك، رضاك عني هو ساعاتي، علموني يا ماما إنه الجنة تحت أقدامك. حابب أوجه رسالة لكل شخص أمه موجودة، بدير بالك عليها تراها جنة، هو هاي أمك، وصى الرسول فيها أمك حبيبتك. اترك الدنيا وروح لها، دور على رضاها، اوعى تزعلها، بتذكر الدنيا كلها بوجهك، بديها على كل اشي انها هاي امك. بحب احكي لكل ام يعطيك العافية وتسلمي. بحب اشكر بكل شخص حافظ على امه وما بخلي بنفسها اشي. الام هي حكاية الحب. ربي يحفظ أمهاتنا وكل يوم كل أم بخير. شكرا لكم كتير.